طيب وبعدين ما انت متغدين عليه؟ الا والله. طيب مشتي الحمى ومن الحب ما قتل. كم كيلو ذا؟ 6 كيلو الظاهر. نضيف والله من نضاعه ان شاء الله باذن الله. عندنا هالتويس اللباني طبعا هذا بري ونظيف، اخذنا هنا في المنطقه الجنوبيه، جابه لنا وعزبنا الله يغني كثر خيره. هذا حسفات مطمشي، تدري وش بسوي به؟ بنخلصه خلص بالماء، الخلص او المصموط بالماء اللي تحط عليه مويه حاره وتشيل الشعر، تنظفه طلع ابيض، طبط عليه طبخه ونشوي. طبعا كل اللي تحتاجه قدر كبير ومويه مغليه، وهذا تويس كامل. بسم الله نحط التيس والملح شوي شوي لين كبه لنا الماء. رح رح نزل 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 مو عاطل. بسم الله كيف يطلع؟ لا لا عكس عكس يا ابو مشتى. ايوه كويس معنا مشتاق مشتاق عكس سعد عكس. ايوه كيف غرف من المويه الحارة صب عليه مرة ثانية. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الآن طبعا أعطانا شوي بس حسب النار خفيف. ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا أكل بطننا. الله تبارك على هذا اللباني. بسم الله. وهذا التيس كامل في الجد. يلا ما شاء الله على الشحم ما شاء الله تبارك الله. زين زين زين. بسم الله الحمى العافية ابو عبد العزيز. ورنا بدعاتك يا ابو عبد العزيز. يلا صب صب مويه باردة ها؟ ايه فاترة عادية. هذا الراس ابو عبد العزيز. بسم الله. ايش تسوي ابو عبد العزيز؟ وش بالشحم شلون صارت؟ بسم الله تكتف الريمة. نجح تيسنا ولا تسوي تكتف الريمة مرة ثانية؟ طيب والملح والبصل والباقي متى؟ متى بتحطها الحين؟ وش دي ورني قبل ما تحطها؟ بهارات عدلة؟ يلا بسم الله. والثوم بعد؟ تكلم يا خمس مو يشد حسي ولين ما تحدنا. ايش رايك يا فيصل؟ شيف الفان مستر بن وش هالطريقة فواز ما شاء الله عليك على طول قلبت مرة من هنا مرة من هنا. حمت بيضة ما يشرب الا حليمة. ابو مشتاق ايوه البصل هذا ليش؟ والله فواز يقول قطع هذا الكشنه للكبده والكبسه. والكبسه؟ اي نعم. يلا يلا امس منشد واليوم واليوم طباخ. وبسم الله شبينا الضوء الان عقب ما يستوي نبي ناخذ مرقه للرز ونحطه هنا على النار يتحمر لين يجهز الرز. الحين ابو عبد العزيز ايش تقول ابو عبد العزيز؟ نقلبه مرتين عشان يستوي مع الجهتين. اذا ما تبي تكثر المرق هذا
لا. هذه المرايق؟ ايه. اقول الطابله شيء والله يا ابو عبد العزيز. تصلح يكون. والحين بيحطون الجدران. طبعا عشان يضبط الرص. ما العافية يا ابو عبد العزيز. هذا وش ابو زايد؟ هذا الرز وعليه سمن. تاخذ من المرق الحين. الكندوره لا تخط في المرق. اسمه كندوره وش اسمه؟ هنا. الجديد يلعب رياض. هايك ابو زايد؟ اي بس ابو عبد العزيز وشي ما يطبخ على قاس، يطبخ على حطب. من الاولين. طبعا هذا المستوى المويه في الكاتم لان احنا بنكعين الرز. وخر غطى عني، هذا وش هو؟ هذا الزعفران والملح. زعفران وملح. ليش؟ عشان صفر الذبيحه خلها. المرش ولا طلعت معبه هنا. لا ريحه الزعفران يا ولد. عشان يحمر. الله. ايش رايك في هالجدر ابو عبد العزيز؟ والله حول قطه. تودي البيت الشعبي. قديمة. هذا من النوادر. والله قديم من بلعب. ابو عبد العزيز جاهز؟ لسه. بسم الله. هلا الحطب بعده. الله الله. بسم الله. زود الحطب ولا زين؟ زين بس لازم. أما العافية والله يا أبو عبد العزيز استوى. إي والله انكسر ظهره ما شاء الله. تحركها. لا بسم الله. لا ما شاء الله تبارك الله يا معلاش. تقول ارنبي فواز. والله ريت. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. الله يغنيك ويكثر خيرك. الله يخليك. الله يجزاك خير. ابو علي. هذه وش يا ابو زايد؟ هذه الكبده والمعلق. مع شغلك مع شغل ابو عبد العزيز اليوم مع العافيه. ايش فيك تضحك؟ والله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، اللهم دمها نعمه وزدها واحفظها من الزوال. طبعا اليسار يقول ليش تخلون جلده؟ فيه الطعم شوف. والله هذا هو ايش رايك في الطعم فيه؟ العصر عصي. طيب طبعا واللحمه شوف لا اله الا الله بيضه يشرب عليك. Да, это...